ازيك عامل ايه؟ ازيك يا نجم؟ قلب الدنيا على طول انت في السودان والمريخ ايه الموضوع؟ ما هو المشكلة بنقلب الدنيا وفي الآخر بنفضل قاعدين برضه. برضه في الآخر ما بنتحركش. ازيك يا أبو حميد؟ ازيك يا كابتن كريم؟ عامل ايه؟ الأخبار؟ كله تمام. أنا كان معايا طبعًا إعلامي سوداني مميز وهو من الإعلاميين المعروفين في السودان في الإذاعة الأستاذ شمس الدين الأمين، وقال لي خلاص ده أحمد حسن مكي المريخ اتفق معاه، وأحمد حسن مكي موافق بس لسه يعني موافقة حرس الحدود. وان كابتن حسام البدري كلمك وانت خلصت معاه القصه في التليفون، ويعني كان همزه وصل ما بينك وبين اداره المريخ والامور انتهت. والله كابتن كريم فعلا هو في حصل جالي انا عرض من نادي المريخ، الكلام ده في بقاله تقريبا حوالي 3 4 ايام. هو انا اتكلم كلمني ناس من المسؤولين وكده، وبعد كده هم بعتوا عرض النادي الحرس من تقريبا من 3 ايام. والامور دلوقتي في يعني ايه في طريقها، يعني القرار ده دلوقتي بتاع النادي الحرس. يعني انا قلت لهم ان انا هم عارفين ان انا عايزين يشتروك يا احمد ولا ياخدوك اعاره؟ لا عايزين يشتروني، لان انا اصلا بقى لي موسم، يعني موسم اعاره مش هيبقى الموضوع صعب، فاهم؟ فانا وصلتهم بالمسؤولين وكده، وان شاء الله يعني طبعا انا مش هينفع ان انا امشي دلوقتي في شهر واحد، فانا دلوقتي موجود مع الفرقه لحد لما اشوف مجلس الاداره. طب يعني في موافقه من اداره الحرس ولا لسه ما تعرفش؟ والله بص يا كابتن كريم، هو دلوقتي في عرضين ليا من انديه مختلفه. في جه فاكس من نادي برضه سموحه، جه فاكس برضه من تقريبا من اسبوع و10 ايام، وباشمهندس فرج عامل برضه كلمني، والامور ماشيه ان هم في عرضين دلوقتي ليا في النادي. طيب. ولسه الاداره لسه ما خدتش قرار في ان انا يعني في العرضين، يعني فاهم؟ بس انا طبعا اديت رغبتي وقلت لهم ان انا محتاج الفتره الجايه ان انا امشي، انا بقالي فتره طويله في النادي وعملت يعني عملت حاجات كتير كويسه مع النادي، ف عشان انا فعلا محتاج ان انا امشي. طيب يعني انت محسسني من كلامك ان اداره الحرس ناقص لك سنه في عقدك، وان حرس الحدود ممكن يستفيد من عائد بيعك بمبلغ كويس، فالاتجاه في النادي ان هم يوافقوا على بيعك. طب انت بقى هم اساسا يعني زي ما قلت انا بقالي موسم، فاهم؟ وهم نادي الحرس خلي بالك ما بيبصوش للناحيه الماديه على قد ما هم يعني فريق الحرس مثلا من زمان كان بيجي لي عروض وكده من النادي الاهلي او من اي نادي تاني. هم انت عارف الجيش ما بيبصوش لحته الماده قوي يعني. هم كان كلام رئيس النادي معايا كده، يعني قال لي احنا مش محتاجين فلوس والكلام ده. فانا قلت له انا محتاج ان انا يعني امشي، انا عارف ان نادي الحرس مش محتاج او كده، بس انا محتاج ان انا الفتره الجايه ديت ان انا اروح نادي تاني او كده، انا بقى لي فتره طويله وكده، واعتقد ان انا اديت بالشكل المطلوب مني، يعني خدت بطولات مع النادي واديت بشكل كويس وكده بقى لي حوالي 8 سنين، فمحتاج الفتره الجايه ان انا امشي. يعني قلت لرئيس النادي الكلام دوت، ولسه يعني لسه ما خدناش قرار او هم ما خدوش قرار في ان انا يعني همشي لفين او كده، لسه ما اتكلمناش فيه. طيب انت بتفضل ايه؟ يعني بتفضل تروح تلعب في الدوري المصري مع نادي سموحه، ولا بتفضل وخصوصا كمان نادي سموحه هتلعب في دوري ابطال افريقيا، ولا تفضل انت تلعب في نادي المريخ السوداني؟ والله بص يا كابتن كريم، انا طبعا يعني انا العرض جالي الاول من نادي سموحه، وانا والعرض المريخ ده لسه جاي يعني في اليومين اللي فاتوا دولت، يعني انت فاهم؟ فانا لسه ما خدتش قرار في الموضوع دوت، ولسه يعني انت فاهم انا لسه لحد شهر واحد لسه في الكلام. فاعتقد في الفتره الجايه ديت يعني هقعد مع نفسي شويه، لان طبعا موضوع في مصر او بره مصر يعني وفي السودان او كده محتاج ان انا مثلا اقعد افكر كده شويه مع نفسي، وان شاء الله يعني اتمنى ان انا اخد القرار المناسب ليا يعني ان شاء الله. كابتن حسام البدري كلمك عشان المريخ؟ لا هو ما اتكلمش معايا، وانا قريت تصريح النهارده الكابتن حسام ان هو مرشحني ان انا ابقى موجود وكده، وطبعا حاجه مرشحك ان انت يعني تكون موجود وهو يكون موجود هناك، ولا مرشحك وهو مش هيكون والله موجود؟ والله انا سمعت ان هو يعني سمعت ان في كلام معاه بشكل جدي، وان الكابتن حسام اصلا تقريبا هو كان موجود هناك من فتره كده، كان موجود وهو سمع ان في كلام بشكل جدي معاه وكده، واعتقد ان الكابتن حسام يعني ان هو حابب ان هو برضه يروح وكده، وهو مرشحني ان انا موجود معاه. انت عارف ان انا كنت من السنه اللي فاتت كنت في ليبيا، كان هو برضه اول ما مسك اهل طرابلس اتكلم معايا ورحت معاه، وعلاقتي كويسه جدا بالكابتن حسام. طب علاقتك كويسه بيه ده يبين ان هو خلاص على يعني قرب يكون مدير فني المريخ السوداني؟ اعتقد ان الكابتن حسام يعني هيفكر كويس في العرض، وهيشوف المناسب ليه ايه وهيعمله يعني.
تمام، انا بشكرك يا احمد، لكن دايما تفضل مركز مع حرس الحدود لغايه اخر وقت، لغايه برضه ما نشوف قرار اداره الحدود ايه. طب بالنسبه لموضوع احمد صبري، ما هو برضه موضوع احمد صبري برضه يعني نفس القصه، برضه احمد برضه باقي له الموسم اللي جاي مع الحرس، وبرضه القرار في بتاع يعني في دي الاداره يعني. تمام طيب. وهو احمد برضه بس صعب ان هو يعني لو وافق لاحمد حسن ليك، صعب يوافق لاحمد صبري بكده يعني، يعني ما فيش حد بقى في الحرس في الناحيه الهجوميه خالص. والله مش عارف كابتن كريم، بيتاثر على حرس الحدود بشكل كبير جدا. اكيد احنا اثنين لعيبه من اللعيبه من الخط الهجوم، وزي ما انت قلت من لعيبه مؤثره في الفرقه، فاعتقد ان هو حتى يعني ممكن حتى لو هو تم يمشي ممكن يجيب ناس بديله يعني، ده اكيد يعني. تمام تمام، بشكرك شكرا جزيلا احمد حسن مكي، وبيقول لي فعلا في عرض من نادي المريخ السوداني، في عرض اخر من نادي سموحه، ولسه بيفكر في العرضين، ويعني بشكل كبير هيرحل عن حرس الحدود، او يعني في يعني شبه موافقه من اداره حرس الحدود، ولسه في مفاوضات مع الناديين سواء حرس الحدود سواء السموحه او المريخ السوداني. وسالته سؤال خبيث شويه، طب انت ايه شايف كابتن حسام البدري ممكن يكون